السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة آيزون على يوتيوب. معكم محمد اللاوي، مختص الدعم الفني بقسم الشركات في آيزون. سنقدم لكم في هذا المقطع كيفية إنشاء حساب مجاني في متجر الآيتيونز. بعد فتح برنامج الآيتيونز والضغط على آيتيون ستور بالقائمة اليسرى، نمرر الشريط إلى الأسفل ونختار منطقة المتجر الذي نريد إنشاء حساب بها. فبالضغط على العلم ننتقل إلى الصفحة الأخرى ونختار مثلا المملكة العربية السعودية. بالضغط على العلم المناسب للدولة المراد إنشاء حساب بها. تبدأ عملية إنشاء الحساب باختيار أي تطبيق مجاني والضغط على كلمة free. في هذا المربع الحواري نختار إنشاء حساب جديد Create Apple ID. سننتقل إلى الصفحة الترحيبية، نضغط على استمرار Continue. نقوم بالموافقة على الأحكام والشروط الخاصة بهذا المتجر ونضغط بالموافقة. في هذه الصفحة نقوم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني، وطبعا يجب أن يكون عنوان صالح لأننا سوف نستلم رسالة تأكيد من أبل على هذا العنوان. فيفضل إنشاء عنوان البريد أو إذا كان موجود أصلا يمكننا استخدامه فورا. نقوم باختيار كلمة سر مكونة من 8 خانات تحتوي على أرقام وحروف، والحروف يجب أن تكون منها الكبير والصغير capital and small. بعد ذلك نختار أسئلة الأمان، وهي الأسئلة التي يمكننا الإجابة عليها في حال نسينا كلمة السر الخاصة بهذا الحساب. نجيب على الأسئلة ويمكننا بعد ذلك تعيين كلمة سر جديدة. في الخانة التي هي بعد الأسئلة هنا، هذه اختيارية لوضع إيميل آخر في حال نسينا إجابات الأسئلة. أسئلة الأمان يمكنهم إرسال رابط على هذا الإيميل الاختياري ونعيد تعيين الأسئلة مع الأجوبة الخاصة بها. ندخل تاريخ الميلاد. في السطر الأخير نضع علامة صح إذا أردنا استلام عروض أو أخبار على البريد الإلكتروني من أبل. نضغط على استمرار. في الصفحة التالية نبدأ أولا بالضغط على الخيار نون. نحن اخترنا هذه الطريقة لوجود الاختيار نون، أي أنه لا يوجد لدينا بطاقة ماستر أو فيزا إذا كنا نريد استخدام الحساب لشراء التطبيقات المجانية مبدئيا. فبهذه الطريقة سيكون متوفر لدينا خيار نون. بعد ذلك نقوم بإكمال المعلومات في الخانات التالية: الاسم الأول والاسم الأخير، العنوان، صندوق البريد ورقم الهاتف والمدينة. هناك طرق أخرى لإنشاء حساب، ولكن اخترنا الطريقة هذه بالذات ليكون متوفر لدينا خيار نون. ثم نضغط على إنشاء أبل آي دي، إنشاء حساب في أبل. في الصفحة التالية نضغط على موافق. ستظهر لنا هذه الرسالة إذا لم نفتح البريد الإلكتروني أولا ولم نقم بالضغط على اللينك لتنشيط الحساب. فإذا ذهبنا إلى صندوق البريد الوارد للإيميل المستخدم سنجد رسالة من أبل، ونضغط على اللينك للتحقق من البريد الإلكتروني. سيتم الانتقال بنا إلى صفحة، نقوم هنا بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر التي اخترناها لهذا الحساب لتأكيد الحساب. قد انتهينا من تأكيد الحساب. نعود الآن إلى المتجر لنحاول تحميل أي تطبيق مجاني أو نفس التطبيق الذي بدأنا به أول مرة لإنشاء الحساب. لاختبار الحساب
هذا هو التطبيق، نضغط على فري مجاني لبدء التحميل، نقوم بإدخال المعلومات، البريد الإلكتروني وكلمة السر التي اخترناها من 8 خانات. سيبدأ الآن آيتونز بتحميل التطبيق كما هو موضح في نافذة النشاطات في الأعلى. داونلودينج، مثلا هذا التطبيق يسمى العلاج بالأعشاب، وسنرى تقدم تحميل هذا التطبيق. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، وتابعونا في سلسلة الفيديوهات القادمة.